النهارده بقى عايزين نبدأ او بي يا نبدأ فايلز. او بي على طول. مش احسن. طيب المره اللي فاتت دول ايه ده؟ بتوع انا فكرت بتوع الناس اللي بره. انت ما خدتش ادي جافا كورس ابلكيشنز. رقم واحد 8 و10 دقايق اهو، 8 و8 دقايق. عايز تاني؟ هبدا لك 7 ونص. المفروض بنبدا 8 اساسا. خلاص اللي هو بي اتفقنا. يلا يا شباب اللي هو بي اتفقنا ان احنا اول حاجه هنعمل فيها الكلاسز، تاني حاجه الكونستراكتور، تالت حاجه الميثودز، رابع حاجه البروبرتيز. نخلص دول النهارده بس مش هنخلصهم كل، يعني طبعا مستحيل هم دول مره. ايه؟ لا في لسه في الانهيرتنس، ولسه في قلنا الاوفر رايد، ولسه في الاوفر لاب. لا ابو جورج خلاص. طيب تعالى بقى قلنا ايه فكره الاو بي. فكره الاو بي معناها ان حضرتك كنت ما بتيجي تشتغل على بتيجي تبرمج، كنت بتبرمج في المين، كنت بتبرمج كودك كله في المين، واي حد يفتح المين هيقرا الاكواد وهيفهم اللي فيها. لا المره دي انت بتبرمج في مكان، تمام؟ والمكان ده بيبقى بتليه اسم وجواه الاكواد بتاعتك، والاكواد دي برضو ليها اسماء، وتيجي في الاكواد الرئيسيه الشاشه الرئيسيه او الزرار اللي هتضغط عليه تكولنج للاسماء، بس تنادي للاسماء. انت ما بتبرمجش البرمجه الرئيسيه كلها جوه المين خالص، احنا بنبرمج البرمجه الرئيسيه في ملف وانا نادي على الملف، بنبرمج البرمجه الرئيسيه في ملف وانا بنادي على الملف فقط لا غير. يعني ايه؟ يعني حضرتك هنا كنا دايما لما بنيجي نفتح النيت بينز تمام اهو. انت ما كلمتنيش انا اشتغل من حاجه، انت عرفت توصلوا؟ ايه هو حاجه بس انا قلت كلام حضرتك، بعت حاجه واتساب بس ما شفتش. حتى رديت على الواتساب بنفس بتاعي. اه بس لا التاني بعت بس مسج تاني يوم الصبح. لا والله ما سمعتها وقلت ليك مشغول فما بجد. لا والله ولا خد، ده ممكن تكون البنت اللي فتحتها بنتي. يعني يفتح قبل ما يفتح ايه؟ بتقول ايه؟ اه كنا ادي الشاشه عندك ايه زي ما قلناها مره فاتت، وعندك الزرار اهو. الزرار ده مثلا بتكتب عليه كالكوليت، تمام؟ انا بتدوس على الزرار كنا بنبرمج تحتيه خلاص خلصت. تكتب الاكواد كلها تحت الزرار، اي حد مش فاهم برمجه كلمتين تحت الزرار هيعرف الكود موجود فين. المره دي الاو بي لا، بتقول لك انا عندي تعمل فايل، الفايل ده اديله اسم، اي اسم يعجبك تمام، وجواه الاكواد بتاعتك، بس الاكواد بتاعتك بقى تكون منظمه شويه، مش تكون تحت بعضها. لا ما بيقبلش هو كده. قال لك الاكواد اللي داخل الفايل ده اسمه كلاس عندنا. الفايل ده بيتسمى بقى بلغه الاو بي كلاس مش اسمه فايل. خلاص؟ بعد كده الاكواد اللي ما بداخل الاو بي او داخل الكلاس تتسمى ميثود. بتتسمى ايه؟ ميثود. فبتيجي تكتب هنا اي اسم برضه، ايه او اي بي، وهنا سي دي. يوم ما تحب تحتاج اي بي ده ناديله من مين؟ من الكلاس مثلا اللي اسمه جورج. يبقى لازم تقول جورج دوت اي بي، يبقى اما اجي اكتب تحته الزرار هكتب جورج دوت اي بي. طبعا ما بتكتبش كده، لا بنعرف حاجه اسمها اوبجكت اهو. كده انت لما تخش تحت الزرار هتلاقي الكلمه دي، مش هتلاقي الكود الاساسي. مش هتلاقي الكود الاساسي، بس في الحقيقه الكود الاساسي موجود فين؟ جوه الكلاس. طيب تعمل بقى ازاي ده يا سيدي؟ بص فايل نيو بروجكت هسميه جافا ابلكيشن الاول، نكست هسميه او او بي. ناخد مثال بسيط كده سيركل فينيش. هنعمل اول حاجه كليك يمين نيو جي فريم هسميها فور سيركل فينيش. ده يبقى فيها ايه؟
الشاشه ديت. الشاشه بيبقى فيها عباره عن 3 عناصر على الشاشه. اول عنصر هنا سيركل ابلكيشن، تمام، وتظبط بقى الخط والكلام ده كله. ادي الفونت اهو بولد. عايزين نكتب مثال الراجل او البرنامج بس بالاو بي. الراجل هيعمل لو انت تمام بيستخدموها في حمامات السباحه دايما او في الجاردن، يجي يقول لك ايه انا عايز اعمل حمام سباحه في الحته ديت ودايره والكلام ده كله، فبتضطر تجيب مساحه ومحيط عشان تقدر تعمل ايه الحاجه دي. تمام، الراجل هيدخل اول حاجه هينتر الريديوس اللي هو نصف الايه نصف القطر، وعايزك تطبع لي الاريا والبريميتر. ناخد مثال كده في البدايه بسيط، وبعد كده ناخد بقى امثله بقى للموظفين والعملاء وبتاعنا الشغل بتاعنا خلاص بالاو بي. طيب اول حاجه الاريا دي بتساوي ايه؟ باي ار سكوير، صح ولا غلط؟ 3.1 في باي ار في ار في ار، ده المعادله بتاعتها. تمام، البريميتر 2 في ار 2 باي ار، دي المعادلات اللي هنمشي عليها، دي المعادلات اللي هنمشي عليها. طيب عشان تحل مثال زي ده قبل ما تبدا تصمم الشاشه عندنا كام حاجه هتدخل؟ الريديوس وكام حاجه هتطلع؟ اللي هو الاريا ومين؟ صح غلط؟ طيب تعالى بقى كده هننزل تكست بوكس اهو، هيدخل فيه الاريا وهينزل تكست بوكس تاني هيدخل فيه الار، وتكست بوكس تاني هيدخل فيه هيطلع فيه البريميت ايه؟ اهو واحد هنا هيدخل الار وهنا هيطلع الاريا وهنا هيطلع البريميتر. نحط ليبل قصاد كل واحد الراديوس. ركز معايا بقى عشان انت هتاخد مثال تاني. هو الليبل ده ما بيكتبش فيه كود خالص بالظبط، عباره عن تايتل بس، تايتل بس يا محمد. تمام، الاريا نركز عشان هتطبقه بعد ما اخلص، هديكم مثال تطبقوه عشان احنا قدامنا مرتين ومش هنطبق تاني. نبدا بقى يبقى 3 ساعات شغل بقى عشان عايز ادي مساحه كبيره للداتابيز. عايز ادي مساحه كبيره للداتابيز، احنا الكورس بيقول لك هيخلص 16 قول 18 هتزود مره ولا ناقص شهر؟ الشهر ده 12 مره حلوين جدا، انا عايز 6 مرات منهم داتابيز عشان نعمل ابلكيشن كبير بقى، عشان هو ده اللي اساسا الكور اساسا انك تربط بتاع داتابيز، وعايزين ننزل برنامج جاسبر ريبورت ونطلع تقرير. خلاص طيب تعرف برنامج اسمه رازر بيعمل ايه ده؟ رازر بيعمل ايه؟ الداتابيز انا مش عارف متكونه ازاي من جوه، هو بيرسمها لك رازر اي ار دي مثلا؟ لا ما احنا هناخد اي ار دي، احنا لازم نعمل اي ار دي. برنامج اسمه رازر الداتابيز مش انا اللي عاملها، فانا عايز اعرفها مكوناتها ايه. طب اديله ايه عشان يعملها؟ لا هو جاست بيرسمها لي بس، يعني بيرسمني الكيبل بالشكل كده جي اي بحيث افهم انا حاجات انت جوه عامله ازاي عشان. طب في البريك وانتوا بتطبقوا سيرش على البرنامج ده اشوف. خلاص تعالى بقى ده هسميه من كود ايفي فاريبل نيم، وساعات بتلاقيها تحت تي اكس تي ار، وده تي اكس تي ايه ريفاكتور اريا. كليك يمين هنا وتروح على تي اكس تي بريميتر، واروح منزل عايز تمسح اللي جوه ده ماشي. وزرار بطن الفيديو شغال. عايزين نبرمج ده بقى بس بالاو بي. رقم واحد طالما قلت بالاو بي يبقى لازم تعمل كلاس. كليك يمين نيو جافا كلاس
هتسميه ايه؟ زي ما تسميه براحتك، هسميه سيركل. ادي الكلاس. الكلاس ده تسأل نفسك هو عايز رقم واحد يعمل ادخال الراديوس، وبعد كده يحسب الاريا والبريميتر. عندك طريقتين للتعامل مع الاوبي، يا تتعامل بطريقه الاتريبيوتس يا تتعامل بطريقه البارامتر. مره هنتعامل كده ومره هنتعامل كده، مره هنتعامل بالطريقه دي ومره هنتعامل بالطريقه دي. فهضطر اعمل هنا كده ايه؟ لا الاتريبيوتس هي البروبرتيز. تمام، هقول لك طريقتها ماشيه ازاي. هعمل زرارين، كالكوليشن باي بروبرتيز، والثانية كالكوليشن باي بارامتر. هنبدأ في ده الأول. عشان تعمل بارامتر بالبروبرتيز تسأل نفسك رقم واحد أنت عندك كام هنا، كام انبوت؟ واحد صح ولا غلط؟ دي رقم واحد. عندك كام انبوت؟ واحد اللي هو الريديوس. وعندك بعد كده كام متغير تاني؟ اتنين، الاريا ومين؟ والبريميتر. تبص دايما الاول البروبرتيز لمين؟ للي هيدخل، للحاجه اللي هتدخل على طول، للحاجه اللي هتدخل. طب دي اعملها ازاي؟ لك الحاجه اللي تدخل للريديوس صح ولا غلط؟ اروح معرف متغير الريديوس اهو. الريديوس ده حروف ولا ارقام؟ ارقام صحيح على كسر الاثنين. يبقى برايفت، قلنا معناها انه برايفت معناها ما يطلعش بره الكلاس، يبقى يتاكسس عليه داخل الكلاس بس. دبل ريديوس، قال لك عشان تقدر الريديوس ده هيتم ادخال فيه بيانات ايه؟ متغير عادي، سواء كابيتال او سمول، بيتكتب باللون الاخضر في الكلاس. تمام، لا خلاص. تيجي بعد كده قال لك الريديوس ده فايده المتغير ايه؟ فايده المتغير ايه؟ هيتم ادخال قيمه جواه او هناخد منه قيمه. هيتم ادخال قيمه جواه او هناخد منه قيمه. قال لك مالكش تتعامل مع المتغيرات وانت في الكلاس. فاضطر اعمل ايه؟ جيت وست، اللي هو البروبرتيز دي بقى. هي دي البروبرتيز. تمام؟ بيسموها بقى في الحته المعنى العلميه بيسموها بروبرتيز او اتريبيوتس. تمام؟ طيب يبقى اول حاجه الريديوس ده متغير، كنت بتحط جواه قيمه وتشيل منه قيمه، كنت بتقول الريديوس يساوي على طول صح ولا غلط؟ لا، هنا مفيش حاجه اسمها تساوي. عشان تقدر تعمل، رسمت لكم مره في شكل بني ادم. خلاص، لما نيجي هنا يتعامل ادي المتغير الريديوس وادي اليوزر. قال لك مفيش تعامل بين المتغير والمستخدم على طول او المبرمج على طول. اعمل ايه؟ قال لك في حاجه اسمها جيت وفي حاجه اسمها ست. عايز تاخد حاجه من المتغير قول للجيت، جيت تجيبها لك. عايز تدي حاجه للمتغير قول للست، ست توديها لك. اما انك تتعامل مع المتغير بطريقه مباشره انسى. تمام، دي طريقه الايه في الاو بي بي بالطريقه دي، مالكش تعامل مع المتغيرات بطريقه مباشره. واكبر دليل احنا مالناش تعامل مع المتغير بطريقه مباشره ان احنا معرفين نوعه ايه؟ برايفت. يعني ما ينفعش تاكسس عليه من بره. طب هو انت لما تيجي تدخل بيانات هتدخل بيانات جوه الشاشه ولا جوه الكلاس؟ جوه الشاشه صح ولا غلط؟ اليوزر هيدخل هنا، المفروض القيمه اللي تدخل هنا تروح في الحته دي. قال لك طب ازاي هوديها في الراديوس؟ ده برايفت. قال لك ما انت ماكش تعمل مع الراديوس بقى اساسا. انت هنعمل حاجه اسمها جيت ومين؟ عايز تودي حاجه للمتغير اديها لست، ست اديها له. عايز تاخد حاجه من المتغير خدها من جيت، جيت اديها له. تمام؟ طيب تعالى بقى رقم واحد اعملها ازاي؟ قال لك هنا هتلاقي عشان تعمل الريديوس ده الجيت والست تكتب بابليك. هنعمل الجيت الاول، المتغير نوعه ايه؟ دبل. يبقى لازم الجيت تبقى دبل، وهسميها جيت ريديوس. جيت يعني ايه؟ هات هو جيت ريديوس. هتجيب انهي قيمه؟ بتاعت الريديوس. يبقى ريتيرن ريديوس كده. لما تحب تجيب قيمه من الراديوس هتقول لمين؟ لجيت راديوس. طب انا ينفع اكسس على جيت راديوس ولا ما ينفعش؟ لا من بره الكلاس ينفع ما ينفعش؟ الجيت راديوس ينفع عشان بابليك.
جيت راديوس عشان بابليك اهي صح غلط، يبقى انا كده وعرفت اوصل لمين للراديوس عن طريق جيت راديوس كده عشان اخد منه قيمه. طب الاول تحط فيه قيمه، قال لك بابليك فويد. هو انت لما اقول لك ودي القلم ده المكتب تحت هترجع لي حاجه؟ لا، انت جاي بتنفذ امر وشكرا، بتدخل قيمه جوه المتغير، يبقى مش هترجع حاجه خالص، يبقى مفيش ريتيرن. عشان كده بنقول فويد، عشان كده بنقول فويد. فويد يعني معناها مش هترجع حاجه، الامر بيتنفذ وشكرا. لما اقول لك اكتب كود يزود الطلبه 5 درجات مش هترجع حاجه. طب لما اقول لك اكتب كود يزود الدرجه 5 درجات، الدرجات 5 درجات، وبعد كده ترجع لي بالدرجات بعد الزياده، ده كده هيرجع الدرجات دي حروف ولا ارقام؟ صحيح ولا كسر؟ يبقى بابليك دبل. اما بابليك فويد معناه ايه؟ هيودي بس مش هنف... مش هرجع حاجه، مش فارقه بقى ارقام، مش فارقه معايا بقى، ده هو بينفذ امر وشكرا خلاص. هسميها ست ريديوس، تفتح كوز. هي القيمه اللي هياخدها المستخدم هيحطها فين؟ في الريديوس. الريديوس حروف ولا ارقام؟ يبقى دبل دي، يبقى دبل دي بيسموها بارامتر عندنا. دي معناها ايه؟ القيمة اللي هتتاخد من المستخدم. المفروض القيمة اللي هتتاخد من المستخدم هيتحط فين؟ في دي، ودي هيديها لمين؟ يبقى روح ايه يا ريديوس هتاخد قيمتك من مين؟ يبقى انت برضو مالكش تعامل مباشرة مع ريديوس. انت بتديها لست عن طريق ودي تديها لمين؟ للريديوس. في ناس بقى بتكتبها كده. ريديوس. تمام؟ طب ازاي افرق بين ده وده ازاي؟ قال لك يساوي ريديوس. طب ما الاثنين اسمهم ريديوس، انا بقى ده اللي جايبه من المتغير ولا ده اللي جايبه من اليوزر؟ قال لك مش ده بتاع اليوزر؟ اكتب this دوت ريديوس. لما اكتب الاثنين اسمهم ريديوس وعايز تفرق ما بينهم اللي فوق واللي تحت، اللي فوق تناديله بكلمه ايه؟ this. يبقى انت كده تقصد اللي في الكلاس مش اللي جاي من اليوزر. اللي معايا بالظبط. اما ريديوس دي السودا اللي جايه منين؟ عشان كده في ناس تقول لك ايه، طب يا عم وليه الهم ده؟ طب ما تخلي الاثنين مختلفين وتريح نفسك. خلاص انا بقول لك بس عشان لو شفتها انا ما اضمنش انك تقعد على ابلكيشن من فروم سكراتش. انا ممكن انت تقعد على ابلكيشن مع معدل من مستخدم ولحد عمل وانت عايز تعدل فيه، فانا ما اضمنش الراجل شغال ايه. المهم تعرف كل الطرق، المهم تعرف كل الطرق. تمام كده انا عملت جيت ومين؟ وست لمين؟ للريديوس. عايز تدي قيمه للمتغير اديها لست، عايز تجيب قيمه من المتغير تمام كده؟ طيب تيجي بعد كده عايزين نحسب الاريا والبريميتر، عايزين نحسب الاريا والبريميتر. عايز تحسبها بجيت وست ولا عايز تحسبها بايه؟ لو عايز تحسبها بجيت وست مفيش مشكله، نعملها بجيت وست نعملها اه، ما كده كده مش فارقه. ريديوس نعملها كده كده ريتيرن، لازم ريتيرن. بابليك واحده واحده بقى، مش انا عايز نحسب الاريا؟ الاريا دي اللي احنا قلنا عشان نعمل اي ميثود نكتبها هنا. عشان ايه كده؟ احنا دخلنا في الميثود بقى. عشان تعمل اي ميثود واحد، هي بابليك ولا برايفت؟ اتنين. ايه الميثود دي يا عمرو؟ الميثود العمليه اللي هتتم. الميثود دي بعملها اثناء ايه؟ العمليات اللي هتتم، هي دي الميثود. تمام. عشان تعملها محتاج 4 حاجات من حضرتك، بابليك ولا برايفت، التايب بتاعها، النيم بتاعها، البارامترز. طيب بابليك وبرايفت، لو عملناها بابليك معناها انها تقدر تاكسس من بره الكلاس، لو عملتها برايفت ما تقدرش تاكسس عليها من بره الكلاس. تمام. التايب حسب الحاجه اللي هترجع، لو قلت لك اكتب كود يرجع تقدير الطالب يبقى اللي راجع ايه؟ سترينج، تقدير مش جي بي ايه، تقدير سي بي كده، يبقى ايه؟ يبقى سترينج. لو اكتب كود يرجع تاريخ ميلاد الموظفين يبقى ديت، اكتب كود يرجع اجمالي فاتوره يبقى دبل. يبقى ده حسب الحاجه اللي راجعه، هو ده نوعها، هو ده الطيب، حسب الحاجه اللي راجعه مش بمزاجك. الكود ده من الاخر هينفذ حاجه حلو، بعد ما ينفذ تمام هيطلع ايه؟ هو ده اللي بصله بقى، هو ده اللي بصله نتيجة تنفيذ الكود ايه؟ ده اللي لازم ابص له، خلاص؟ بعد كده النيم، أي اسم يعجب حضرتك المهم تلتزم بقواعد التسمية. أي اسم يعجبك المهم تلتزم بقواعد التسمية اللي احنا عارفينها. تمام؟ و
وزاوت سبيس ما يبداش برقم، ما يكونش فيه رموز خاصه، ما يكونش فيه اي كلمه من الكلمات المحجوزه. تمام. تيجي بعد كده مالك فاهم يا ابو احمد؟ بس انت معايا. البارامترز، البارامترز دي اللي هي بقى البارامترز ديت عندنا بتتعمل في حالتين، مجهول او متغير. مجهول او متغير. كلنا جبنا نتائج الثانويه العامه من على موقع التنسيق، صح غلط، او موقع الوزاره، صح؟ حضرتك لما دخلت بتكتب رقم جلوسك وتدوس سيرش، وزي ما بيحصل قال لك في الحركه دي يا استاذ عمرو، لما دخلت على موقع الوزاره وكتبت رقم جلوسك ودوست سيرش، مش جاب لك نتيجتك؟ مش ده اللي حصل؟ قال لك معنى كده اللي حصل ايه؟ بعد كده جورج لما دخل، دخل على نفس الصفحه، بيتر لما دخل، دخل على نفس الصفحه، سيد لما دخل، دخل على نفس الصفحه، كلنا دخلنا على خمس صفحه، صفحه واحده. قال لك معنى كده عملوا 20 مليون كود لل 20 مليون طالب. قال لك طب فكر الاول، هو اللي بيختلف من طالب للطالب الثاني ايه؟ رقم الجلوس. انت هو نفس الكود اللي استخدمه سيد، هو نفس الكود بتاعه اللي استخدمه بيتر، بس لما خدوا رقم الجلوس اديته الكود، هو نفس الكود اللي كل الناس استخدمناه، يبقى الكود ثابت بس مع اختلاف رقم الجلوس. قال لك لو انت عايز تعمل كود، الكود ده ينفع يشتغل مع اي قيمه، خلاص ده بيسموها بارامتر. تكتب الكود كم مره؟ مره واحده بس مع اختلاف حاجه في الكود رقم الجلوس. اسالك سؤال، لما بروح مثلا تروح السجل المدني، عايز تطلع شهاده ميلاد، محتاج منك واحد اسمك، اسم الوالده، اسم تاريخ ميلادك، ثلاث حاجات، صح ولا غلط؟ لو جورج راح ثلاث حاجات عايزه، لو انا رحت ثلاث حاجات عايزه، لو بيتر راح ثلاث حاجات عايزه. هل بقى كل واحد ليه كود؟ قال لك لا، مش الثلاث حاجات دول بيتغيروا من المواطن للتاني، بس هو نفس الكود. طب وليه اقعد اكرر الكود كذا مره مع اختلاف ثلاث حاجات دول؟ طب ما اعمل ثلاث حاجات دول بارامتر، عشان كده بتتغير. لو ما كانتش موجوده حاجه اسمها بارامتر، هيبقى تضطر تعمل ايه؟ هتكرر الكود 104 مليون مره، عشان احنا عندنا 104 مليون مواطن، صح غلط؟ لكل مواطن هنعمل له كود. طب ايه اللي وراك على القلب ده؟ فانت تعمل الكود كم مره؟ مره واحده. امتى اقول ان كان في بارامتر وما فيش بارامتر؟ لو انا قلت لك ايه؟ سيد اكتب كود يطلع اجمالي الطلبه في كورس الجامعة، في بارامتر ما فيش؟ لا في، هو كل مره هيقول لك طلع اجمالي الطلبه في كورس الجامعة؟ كل مره كورس الجامعة؟ لا. طب وانا لما يقول لي كورس الاندرويد هكتب له كود ثاني؟ طب لما يقول لي كورس البرمجه هكتب له كود ثاني؟ لا. طب ما انا اكتب الكود مره واحده بس مع اختلاف اسم الايه؟ خد جافا يطلع نتيجه، خد اندرويد يطلع نتيجه، خد اي اس بي يطلع نتيجه، خد داتا بيس يطلع نتيجه، صح ولا غلط؟ لو جيت قلت لك اكتب كود يطلع نسب نجاح الفرقه الثالثه، في بارامتر؟ البارامتر في حاله حاجه بتتغير او مجهوله. حاجه في حاجه في الصد بيتغير؟ الفرقه الثالثه، ممكن مره يسال رابعه، ممكن مره يسال ثانيه، ممكن بعد كده يسال على الاولى. هو كل مره بقعد اكتب اربع اكواد؟ طب وانا ما اكتب كود مره وادي له الكاميرا تتغير؟ خد سنه اولى يطلع نتيجه، خد سنه ثانيه يطلع نتيجه، بس هو نفس الايه؟ هو ده البارامتر. في حاجات ما لهاش بارامتر، تمام؟ قلت لك طلع الاول على الدفعه، مفيش بارامتر، معروف هو اعلى قيمه، شكرا. في حاجه اسمها هو الاول ده على الدفعه، مش مفيش. البارامتر في حاجه مجهوله او متغيره، لما تلاقي نفسك وقفت ومش هتعرف تنفذ يبقى ده محتاج بارامتر. اما اقول لك ايه؟ هات لي شهاده مخالفات للعربيه رقم، هتعرف تنفذ؟ رقم كام؟ يبقى هو ده البارامتر. قلت لك رقم ميم واو 368، في بارامتر؟ هو كل مره هيسال على ميم واو 368؟ لا. يبقى ممكن رقم العربيه ايه؟ يتغير، مع العلم هو الكود واحد. الكود اللي بيطلع مخالفه عربيتك زي الكود اللي بيطلع مخالفه عربيتي، زي الكود اللي بيطلع مخالفه عربيه سيد، زي الكود اللي بيطلع مخالفه عربيه بيتر، بس مع اختلاف رقم العربيه، هو نفس الكود. فاهمني؟ اسال الفيسبوك، لما بتيجي تدخل على الفيسبوك بتدخل ايه؟ ايميل ومين؟ وباسورد. هل مارك عامل لكل واحد كود؟ هو كود واحد مع اختلاف يوزر نيم، يبقى ايه؟ تمام؟ يبقى مع اختلاف اليوزر نيم والباسورد، هو ده يبقى عندي كده اثنين بارامتر. البارامتر بيخليك ما تقدرش تعمل ايه؟ ما تكررش كود، عشان قيم بتتغير ما تروحش تغير كود، لا. خلاص؟ طيب الطريقه الثانيه اللي احنا هناخدها بالبارامتر، بس استنى ما نخلص على البروبرتيز الاول. تعالى بقى الاريا هنحسبها. الاريا هنحسبها، قلنا بابليك. الطيب بتاع الاريا ايه؟ دبل اهو. الاريا
واروح قايل له سنو اريا مش هنشتغل بطريقه البارامتر. الاريا بتجيب بتقول لك قانونها ايه؟ باي ار ار صار غلط يبقى اروح قايل الاريا راجعه بدبل قال لك دبل زد يساوي 3.4 او ماس توت باي ماس توت باي لا مش سوسن بتشرب خلاص ماس توت باي في ار في ار صح ولا غلط؟ فين ار بقى عندنا؟ اوعى تقول ريدياس جيت ريدياس جيت ريدياس مش انا جوه الكلاس ايه انت جوه الكلاس بس انت دلوقتي ما بتتعاملش مع الكلاس برضو انت مع المتغير انت كل تعاملك مع مين هنا ما خلاص ما بتتعاملش مع المتغير مباشره جيت وست جيت يعني هات من المخزن من المتغير ست حط في المتغير احنا عاملين ايه قول احنا هنحط نحط الاول هنا جيت ريدياس ولما نيجي نحطها في في المس ايوه في الفورما نحط اللي هي ست ريديوس استاذ بس هو ده اللي انا عايزه هو ده اللي نحط نكتب هي دي انا كنت لسه هقولها كمان دقيقه بالظبط طالما انت هنا هتقول جيت جيت يعني ايه هات هو انت حطيت مين اللي هيحط اليوزر يبقى في الشاشه ست طب لو قلت هنا ست يبقى في الشاشه جيت ما انت اديت له قيمه اكيد مديها له ليه عشان تتعرض في حته تمام ده اللي انا كنت لسه هقوله من دقيقه بالظبط لو حطيت جوه الكلاس جيت يبقى في الشاشه ست لو حطيت جوه الكلاس ست يبقى في الشاشه جيت تمام مالكش تعامل يا باشمهندس محمد مع المتغيرات مباشره تنفع بس انت كده لما تيجي تقول ست يبقى تضطر هنا اكنك ما انت هي دي كلامك صح هي دي هي دي بس احنا طالما انت هتشغل او بي يبقى تمشي بتكنيك او بي هي تنفع صح زي ما باشمهندس محمد بيقول ممكن اضرب في ريدياس في ريدياس انت جوه الكلاس بس طالما انا عايز اقول ايه امشيك بقى على خط الاو بي بس هي دي الفكره مش عايزين نرجع ايه يبقى شويه من هنا وشويه من هنا اروح قايل جيت ريدياس اهو في جيت ريدياس لو قلنا ماس دوت ممكن نقولها ازاي مش دي ريدياس اس 2 ماس دوت بو باختصار باور جيت ريدياس وهنا اتنين باور تو دي باور تو لما تقول تسعة أس اتنين يبقى تسعة كومة اتنين خمسة أس سبعة خمسة كومة سبعة الأساس والأس تمام طيب كده مين اللي شايل قال لي لسه في ايرور قال لك انت مش شغال بالاو بي اه لازم ريتيرن لازم ريتيرن مين هنا اللي شايل نتيجة الاريا اروح قايل ريتيرن زد هو انا ما كانش ينفع اعمل كده وخلاص ينفع ينفع عادي ريتيرن للنتيجة اهي ده لا لا ده فويد دي بقول لك ايه انا هديك الريدياس تديني مساحه ممكن اعملها فويد وانت على سيستم تو برنت بس برضو دايما يقول لك ايه احنا عندنا بمناسبه الكلام اللي قاله باشمهندس محمد عندنا حاجتين في الاو بي حاجه اسمها سورس كود وكلاينت كود السورس كود معناها كود الكلاس قال لك نادر قوي لما تستخدم في السورس كود جي اوبشن باند او سيستم اوت برنت السورس كود دايما عمليات بتتنفذ وابعتها لك تاخدها في الشاشه تطبعها تولع فيها براحتك مش فارقه معايا تمام يعني عندنا السورس السيستم اوت برنت يا باشمهندس محمد هي الريتيرن هي الريتيرن الجي اوبشن باند دوت انبوت دايلوج هي البارامتر قول يا قول يا جورج اللي فوق ديت ما هو مش جد مش احنا اي متغير ايه فايدته بنحط جواه قيمه ونجيب منه ايه قيمه عشان يجيب دي عندنا داله اسمها سيست ريتيرن القيمه اللي هترجع ما عندناش حاجه اسمها سيستم دوت اوت برنت هنا
سيستم بتقول برنت هنا اللي بيقول عليها باشمهندس محمد دي في الفريم وفي المين. اما طول ما انت شغال او بي عايز تطبع حاجه انا هبعتها لك، هي دي ريتيرن، انت استلمها مني في الشاشه اطبعها بقى. الاو بي كده ده بيسمى سورس كود. السورس كود ما فيهوش ريتيرن ولا سيستم ولا سيستم اوت سوري ما فيهوش سيستم اوت برنت ولا انبوت دايلوج خلاص، ولا سكانر. فاكرين السكانر؟ تمام. قليل قوي لما تستخدم الحركه دي، قليل لما تستخدم سيستم اوت برنت وسكانر. يعني ممكن اقول لك تستخدمها مثلا فين؟ في الاري ممكن، بس حته انك في البدايات كده تقعد تستخدم كتير في الاو بي لا، يبقى اقول لك مش اوت بي خلاص. الاو بي كله عمليات تنفيذ تتنفذ وانا ابعت لك، انت خدها استلمها مني في الشاشه اطبع بقى فيها من اللي عايز تعمل فيها. تمام. طيب اي ميثود نوعها غير فويد غصب عننا يكون فيها ريتيرن. فويد يعني ايه؟ مش هترجع حاجه، مش هترجع حاجه، خلاص ما فيش ريتيرن. اما اي حاجه غير فويد يبقى لازم يكون فيها ريتيرن. كده حسبنا مين؟ الاريا. عايزين نحسب مين؟ بابليك دبل البريميتر. ايه البريميتر ده؟ المحيط دبل هنسميه ايه؟ بريميتر. هو بيساوي ايه؟ 2 باي ار صح؟ يبقى ريتيرن 2 في ماس دوت باي ار في جيت مين ريتيرن. هنا كنت بتعرف متغير وبعد كده تعمل ريتيرن المتغير او ريتيرن لمين؟ للعمليه على طول. اوريك الطريقتين برضه. معلش يعني زي ما انت حضرتك بتقول بعرف متغير في الاول بعد كده بعمل ريتيرن. ايوه اللي تحت ريتيرن. طب ليه ما عملناش زي الاول كده؟ انا عشان اديك طريقتين بس. عايز تمشي بالطريقه ديت تمام؟ الطريقه الديتيلز قوي، عرف متغير حط فيه الناتج بعد كده رجع المتغير. عايز ترجع العمليه نتيجه العمليه مره واحده هي دي. انا بس حبيت الطريقتين يبقوا موجودين خلاص. طيب ما ينفعش نعمل حاجه نكبر الكلاينت اتاكد الاول ان هو حاطه قيمة للريدس الاول بعد كده في الشاشه بقى اشوف التكست فاضي ولا مليان. دي في الشاشه هنعملها دلوقتي. تعالى بقى بص بقى، خلصنا هنا سورس كود هنعملها دلوقتي. خلصنا كده السورس كود، عملنا كلاس اسمه ايه؟ وعملنا متغير اسمه نوعه الايه؟ برايفت، الاكسس بتاعه برايفت. عملنا له جيت ومين؟ عشان احنا عاملينه فمش هتقدر تاكسس عليه من بره، فاضطرينا عملنا حاجه اسمها جيت وحاجه اسمها، فاضطرينا يكونوا نوعهم عايز تدي حاجه للمتغير يديها عن طريق والست تديها للراديوس. عايز تجيب حاجه من المتغير بعد كده علقنا عمليتين حسابيتين بيتموا عندنا في المساله. العمليه الحسابيه الاولى حساب عمليه الاريا. الاريا لقينا قلنا له نوعها بابليك، الاكسس بتاعها بابليك، الاكسس تايب بتاعها نوعها دبل. بترجع القانون بتاعها يقول لك الباي في باور اللي هو ايه راديوس في 2 خلاص. طيب عملناها ازاي؟ ماس دوت باي عشان نعمل اس، ماس دوت بو الاساس اللي هو البيز بعد كده كوما الاس بعد كده رجعنا الزد. اي ميثود ما فيهاش فويد يبقى لازم يكون فيها ريتيرن. الوحيده اللي ما فيهاش ريتيرن هي فويد. عملنا الثانيه بتاعت المحيط قلنا له 2 باي ار سكوير 2 باي ار وقلنا قبلها كلمه ايه ريتيرن. ده اسمه سورس كود، ولا في سيستم ولا في سكانر ولا سيستم دوت برنت. تعالى بقى في الشاشه عايز ابرمج ده. كليكتين على الزرار بقول لك اكتب الكود هنا. طيب اول حاجه حضرتك عايز تستخدم الاكواد دي. الاكواد دي فين؟ في كلاس اسمه سيركل. قالك عشان تقدر تاكسس على ما بداخل الكلاس لازم تعرف اوبجكت منه. لازم تعرف ايه؟ اوبجكت منه. طب قالك اعرف اوبجكت ازاي؟ قالك الكلاس اسمه سيركل اهو. اي اسم عمر او عم يساوي نيو سيركل. في حاجه في البرمجه اسمها سيركل؟ لا، بس احنا هنا
عملنا كلاس اسمه سيركل، مين اللي يقدر يبص عليه؟ هيبقى عمرو هو اللي من حقه يستخدم ما بداخل السيركل. لو كتبت عمرو دوت الاريا موجوده، الراديوس موجوده، جيت راديوس، السيت راديوس، اي حاجه هناك هيعرف يجيبها. الراديوس موجوده؟ لا لا، عشان نوعها برايفت. لو كانت بابليك كنت تبقى موجوده. تمام اهي، لو عملناها كده بابليك هقول لها تعالى هنا. الراديوس موجوده؟ عرفت تاكسس عليها ليه؟ عشان بابليك، خدت بالك؟ بس يقول لك دايما المتغيرات اللي جوه الكلاس برايفت. الاستاتيك يا استاذ احمد، الاستاتيك معناها انك لو عملتها استاتيك، لو اول يوزر اداها 8 تمام، تاني يوزر جت اداها 3 هتبقى 8 و3 هيقول لك 11. بتحافظ لو انت عامل حساب يا جماعه، بتحافظ على اخر قيمه وصل لها. الاستاتيك دي بتتم ليه؟ لو انت دايما يجي يقول لك ايه، لما يدوس على اللوجن 3 مرات غلط يقفل. معايا يا شريف؟ لما يدوس على اللوجن 3 مرات غلط يقفل. اول مره دي مره، تاني مره دي 2، تالت مره دي 3، يروح قافل. انت بتعرف متغير جوه الزرار. لو المتغير ده متعرف متغير عادي اي ان تي اكس خلاص، وكبايتك زيرو، لو بتعرف كده كل ما تدوس على الزر هيتصفر، يبقى عمره ما يتعدى الكام؟ الواحد. تمام. لا انا عايز كل ما تدوس على الزرار يشوف اخر رقم وصل له كام ويزود عليه. بلس ده اسمه ستاتيك. بلس بلس بس ستاتيك، اكس بلس بلس بس لازم يكون متغير متعرف ستاتيك. الستاتيك دي بيحافظ على اخر قيمه وصل لها، عكس الفاينل. الفاينل ثابت يعني ما ينفعش تزوده. يعني القيمه اللي موجوده هنا 9 ولا 90 استحاله تزيد ولا تنقص، هي 90. اما الاستاتيك لو حصل عليها عمليات حسابيه وجيت تستخدمها كده بعد كده هتستخدمها على اخر رقم وصلت له، مش الرقم اللي معمول له انشاليزيشن، مش الرقم اللي بادئه بيه. دي الاستاتيك. وصلت؟ ده مهمه جدا الاستاتيك دي، وبتلاقيها بتعمل مشكله. لو حد ما لو واحد ما عرفش استاتيك تلاقي النتيجه طالعه غلط. ليه؟ عشان كل مره بيرجع ليه؟ للصفر. خلاص؟ طيب اما نيجي نعمل اللوجن هنلازم نستخدم ستاتيك. طيب تعالى بقى هنا، استخدمنا السيركل اهو. اول حاجه ايه؟ وانا عملت ستاتيك؟ اول حاجه هنا ند قيمه لمين؟ للراديوس، صح ولا غلط؟ قال لك عمرو دوت ست راديوس. قالت لي اديني الراديوس، قلت لها ده موجود في التكست. قالت لي اديهوني، قلت له تي اكس تي radius r dot get text dot to string. هيقول لي ايرور، محتاجة عملية casting تحويل. يبقى عشان دي نوع ايه؟ دبل dot parse double. عايز احسب الاريا. انت هنا اي ليه؟ اي ليه؟ ست. يبقى اكيد في العمليه الحسابيه هتستخدمها كنت اي ليه؟ جت. عشان انت بعد كده تحسب الاريا، والاريا محتاجه هتاخد من الريديوس. هو الريديوس خد حاجه؟ لا، بالطريقه دي كده خد. تمام؟ قال لك لما تيجي تحسب تتعامل مع اي ميثود في ستاندرد، في حاجه كده اسمها ستاندرزيشن كده تمشي عليها. يا اما ما تمشيش براحتك، بس انا هوريك بقى الطريقه البيزكس. قال لك اول حاجه عرف متغير من نفس نوع الميثود. عرف متغير من نفس نوع الايه؟ الميثود نوع ايه؟ دبل. يبقى تعرف متغير من نوع دبل. اريا يساوي عمرو دوت مين؟ دوت اريا. خلصت. تاني هو مش انت عايز؟ حاضر. ايه؟ هنا انت مش هنا وانت عايز تتعامل مع الاريا، عايز تجيب الراديوس، صح غلط؟ يعني بتجيب جيت للراديوس. هو جيت دي بتقول لك هات. هو الراديوس خد حاجه، فلازم ياخد فين؟ في الشاشه. عشان كده لما طالما هتستخدم جوه الكلاس جيت يبقى لازم في الشاشه ست. لو جوه الكلاس هتقول ست يبقى لازم هنا تعرضها في الشاشه. انت بتدي قيمه للمتغير من الكلاس، يبقى اكيد هيشوفها في حته.
فاهمني؟ دي اول حاجة عايزين نستخدم الاريا، مش الاريا دي هو اللي فيه العملية الحسابية عشان استخدمها. قال لك عشان تستخدم اي ميثود لازم تعرف متغير من نفس نوع الميثود. الميثود نوعها ايه؟ يبقى لازم اعرف متغير من نوع دبل. حلو كده؟ طب انت الدبل ده هتشيل النتيجة دي بالبلدي كده يا جورج، هتشيل قيمة مين؟ الزد. فالزد ديت هتشيلها، اللي هيشيلها هنا عندي الاي. يبقى اللي هيتم عمرو دوت اريا يبقى هيروح ينفذ مين؟ الاريا. هيروح ينفذ الكود ده اهو، بعد كده يروح مرجع مين؟ يبقى القيمه فين؟ في الزد. اروح انا مديها لمين؟ اعرضها فين بقى؟ على الشاشه. التكست اللي على الشاشه تي اكس تي اريا دوت سيت تكست اي دوت تو سترينج طبعا، او سترينج دوت فاليو اي ايه ايه معلش سترينج دوت فاليو. دي الطريقه. في طريقه ثانيه تقول لك ايه هي نتيجه. النتيجه مين اللي بيحسب المحيط؟ لا، البريميتر اللي جوه السيركل، صح ولا غلط؟ وانت عايز تعرضها فين؟ هنا. قال لك خلاص يا عم تي اكس تي بريميت دوت سيت تكست خلاص، وتروح قايل عمر دوت بريميتر. ما انا بديك بقى الطريقتين عشان اضمن انك هتقعد على سيستم عامل ازاي. خلاص، ولازم سترينج دوت فاليو ايه اوف. مش بقول لك في طريقه ستاندرد؟ انت لو حد شغال هتشتغل بالطريقه دي ستاندرد. ايه؟ لو حضرتك شغال على جهاز على طول بصراحه هتشتغل بالسهل. ماشي، بس انت لازم تعرف الاثنين بس، انت فاهمني؟ يبقى انت فاهم ايه اللي حصل هنا. حصل روح نفذ الاريا وحطها فين؟ فانا رحت جيت عرضت الايه، او تعرض على طول يتنفذ والنتيجه تعرض في التكست. معايا يا باشمهندس احمد؟ في مشكله؟ سيب بتحول القيمه النص، عشان التكستات ما بتاخدش غير نصوص. التكستات كده ما بتاخدش غير نصوص، ولما ما بناخدش منها غير نصوص، فلما تديها لازم تديها نص. انا عشان اعرض عشان يعني يبين اي رقم في التكست لازم يكون سترينج. لازم اكتب سترينج دوت فاليو اوف عشان البريميتر نوعه ايه؟ دبل، وهو ما بيشيلش دبل. خلاص؟ اعمل رن. يس. 9. طلع النتيجه. لو بصيت بقى تحت الكود ولا في اي عمليه، ولا في جمع ولا ضرب ولا طرح. الاكواد كلها فين؟ في الكلاس. ده كده اسمه كلاينت كود. ده كده اسمه كلاينت كود. دي طريقه مين؟ ايه؟ مش مفسح، هو ملوش دعوه بالكلام ده كله. انت الميزه يوم ما تحب تحتاج الاريا في اي مكان اكتب عمرو دوت اريا وخلاص، مش هتقعد تستخدم الكود كذا مره ولا تقعد تكتبه كذا مره. واصله؟ انت نمت يا عمرو؟ طيب. طبعا لازم الكلاس يبقى في نفس الباكج اللي موجود فيها المشروع اكيد. خلاص، لو في باكج تاني كنت هتضطر تعمل امبورت للباكج. قول عاديه. لا ده دي بريميتر، يعني المحيط، محيط الدايره، محيط الدايره. انا لسه بقى هستخدم مين بقى الطريقه الثانيه. بص الطريقه الثانيه بقى، كلاس ثاني اهو، احنا كده عاملين بالبروبرتيز. بالبروبرتيز تمام. الكلاس الثاني بقى سيركل بس بي هور انت تو، انت هتقول البرامج. خلاص، قال لك بقى بتقول لك هنا هو انت عشان تحسب الاريا محتاج ايه؟ تحسب الاريا محتاج الار. عشان تحسب الاريا محتاج ايه؟ الار. بس على الغلط. قال لك خلاص تعالى هنا بص كده، بابليك. الار نوع ايه؟ اهي اسمها اريا. عشان تحسب الاريا محتاج مين؟ الار. الار نوعه، اروح كاتب دبل ار، واروح قايل ريتيرن. الداله بتقول ايه؟ باي ار سكوير، صح ولا غلط؟ اهي، واروح قايل دي ار. مش ايه؟ كاتب ايه؟
يبقى انا كده دي البارامتر. بارامتر معناها ايه؟ لا يجوز تنفيذ الاريا الا في وجود قيمه لمين؟ للار. القيمه اللي هتتاخد يعمل عليها العمليه على طول دايركت، ولا جيت ولا ست. تمام يا ابني، احنا في كورس ولازم تتعرف على كل الطرق. انا اللي يضمني انك تقعد على حاجه معدله ويقول لك عدل في الكود، ايش عرفني انك هتعرف؟ يبقى انت لو اديتك دي بقى، ما اديتك دي بس، هو شغال الثلاث ثانيه هتلعن سلسفين ابويا انا. خلاص لا ايه هي بالظبط، هي الاساس، اساس عشان كده بديك الاثنين. خلاص الاريا دبل بريميتر، عشان تحسب البريميتر محتاج برضو الار اهو. طب لو كنت محتاج حاجتين كوما اي ان تي زد مثلا، لو محتاج حاجتين عادي مفيش مشكله. خلاص اهو ريتيرن ما كانت المعادله بتقول ايه؟ 2 باي ار، صح ولا غلط؟ اهو بس ريدياس، مفيش حاجه اسمها جت ريدياس بقى ار على طول. تمام سنه بقى، تعالى بقى استخدمها هنا. لا، اول حاجه هعرف اوبجكت من الكلاس اسمه سيركل بي جورج يساوي نيو سيركل بي. التكستات تي اكس تي مين اريا دوت سيت تكست سترينج دوت فاليو اوف. عايز استخدم الاريا، الاريا موجوده فين؟ دوت اريا. قالت لي عشان استخدمني انا محتاج منك ونوعها اهو دبل دوت بارس ايه؟ دوت بارس دبل تي اكس تي مين ار دوت جيت تكس دوت تو سترينج كبيره. انا بعملها في الثانيه صغيره. لا هقولها لك بقى واحده واحده. او مش الاريا محتاجه الار، والار نوع ايه؟ دبل اتش او جي يساوي دبل دوت بارس دبل تكست اهي. تمام كده، كده مين اللي شال قيمه الار؟ الجي. اروح انا مديها للاريا جي. ايوه اصل انت عشان بتروح حسيت انها كبرت. لا هنا بقى ولا جيت ولا ست، انا مد الار قيمه الريدياس مع مين على طول؟ مع الاريا. طب احنا شفنا الكلام ده فين قبل كده؟ لما كنت بتشتغل براندوم فاكرينها؟ ار يساوي نيو راندوم، وكنت بتقول ار دوت نيكست اهي محتاجه ايه؟ اي ان تي باوند. لما كنا بنقول الكبير زائد الصغير ناقص واحد زائد الصغير اهي، هي دي يا استاذ جورج. شايف شغاله بارامتر اهي، دي محتاجه بارامتر؟ لا. طب تعالى بقى كده، عايز احسب البريميتر تكست او البريميتر ديت هترجع ايه؟ يبقى عرف متغير من نفس نوع الميثود دبل بي وبي يساوي مين اللي بيبص على الكراس؟ دوت مين؟ عشان تحسب بريميتر محتاج منك الار. مين اللي شايلها؟ التكست. ومين اللي شايل القيمه اللي جوه التكست؟ الجي. مفيش جيت وست هنا، الجي اهي. عشان ابص على الكلاس محتاج لازم اعرف متغير منه، محتاج القيمه اللي دخلت جوه التكست عرفت متغير يبص على التكست. بعد كده محتاج احسب الاريا، قلت له الاريا اللي هي اسمها اريا بس جوه كلاس اسمه ايه؟ سيركل بي. واللي بص على سيركل بي يبقى جورج دوت اريا. قال لي اديني الاريا، اديني الدي الار، قلت له الار جوه التكست. ومين اللي شالها؟ يبقى قلت له جورج دوت اريا جي. النتيجه اللي هتطلع حطها لي فين؟ والتكست لازم يتعمل له عمليه تحويل. عايز احسب البريميتر، البريميتر بيرجع مين؟ دبل بي سميته بي، وقلت بي جورج دوت كده. مين اللي شال النتيجه؟ البي. اروح اي تي اكس تي بريميتر
دوت سيت تكست سترينج دوت فاليو اوف مين وال على طول مين هنا بي هنا جوه التكست حطيت على طول الميثود بالبارامتر هنا البارامتر مع الميثود وجاب النتيجه بي ورحت عرضت البي يا تحطها دايركت كده يعني كنت ممكن اقول ايه جورج دوت بريميتر جي واحطها هنا يا اما تطلع نتيجه فين هنا. طب ليه قال لك افرض انت محتاج البارامتر ده محتاج ما تعمله في عمليه ثانيه يعني الناتج يطلع يعمل يحصل بيه حاجه ثانيه صح ولا غلط يبقى كان معاه في متغير فاهمنا معايا يا احمد طب انت مالك متهنح ليه ما فاهم غلط سيب يبقى الطريقه بتاعت بص كده الاثنين قصاد عينكم لا الاول بس افهم هنا مفيش جيت فاضطرينا هنا قلنا كان عينيك جيت فقلت سيت للقيمه وعرفت المتغيرين هنا مفيش هنا بص بقول ايه اريا وبس هنا بقول اريا ومعاها مين الجي اللي هو قيمه الار اما لو ما عملتش لو قلت اريا وبس يقول لك اذا كان انت قايل لي ما ينفعش استخدم الاريا وزاويه الار بدون الار ازاي بقى انا مخليني استخدمها تمام سايب صور دي بقى كده صور ايه صور الشاشه كده صور الكلاس انت عرفت في شيء بتاع ليه كده صورتوها عشان تاخد مثال صحيح صور هتعمل مثال خلصت ده الكلاس بقى الاول الكلاس كله على بعضه ما هو ده ده كلاس بالايه من بالجيت والست الكود بتاعه استنى ما تصورش الحته دي ما انت بتصور خلاص الكلاس الثاني اهو شايف قد ايه كبير اهو هو بيصغر في حته ويكبر اه في السورس كود في الكلاينت كود كبر ايوه تمام الثانيه الكود بتاعه ثواني اه طبعا تمام هي خمس دقايق ودي بريك اساسا الاول ايه هنطبق بعد البريك اسمها خلاص كده طيب بص بقى يا سيدي قال لك في حاجه عندنا اسمها كونستراكتور الكونستراكتور ده ايه بقى قال لك الكونستراكتور ده اول حاجه عباره عن كود بس بيتنفس تلقائي مع تشغيل الجهاز كود بيتنفس تلقائي مع تشغيل الجهاز يعني اقصد السيستم معلش سوري تشغيل الابلكيشن ايوه مع تشغيل السيف كده كلاس كود بيتنفس تلقائي مع تشغيل الكلاس ده يتنفس ده بقى ده بيتسمى عليه كونستراكتور علشان تقول انك هتعمل كونستراكتور حضرتك لازم تكتب كود الكود ده يكون اسمه نفس اسم الكلاس امتى اقول عليه كونستراكتور هل الكود ده اسمه ايه اريا هل اريا نفس اسمها كلاس لا يبقى ده ميثود لما اكتب بابليك لا سيركل بي يبقى هو ده الكونستراكتور هنا في جوه الكلاس ايه قص بس لا ما فيهوش تير هو بيعمل حاجه وخلاص على اساس ان البلوك الكود ده يعني هنا انا مش عايز احسب الاريا لما حسبتها خلصت خلاص يبقى فتحت قوس وقفلته على اساس بلوك كل كود لما ينتهي اقفل الكود كوز بتاعه الكود ده بيحسب الاريا خلاص اكتب له اقفل الكود بتاعه افتحه
البريميتر افتح القوس واقفله بعد نهايه العمليه. لا طبعا ادي ايرور طبعا ما ينفعش الاكواد كله. ده ميزه الاو بي ان كل حاجه ايه بلوك لوحدها، كل حاجه بلوكس لوحدها. الكونستراكتور فايدته ايه بقى؟ اسمه نفس اسم الكلاس. قال لك يتحط فيه ايه؟ يتحط فيه الاكواد، يتحط فيه الاكواد اللي بتتنفس تلقائي. الاكواد اللي هتتنفس تلقائي يعني ايه هتتنفس تلقائي؟ انت مثلا دلوقتي عايز تعمل اتصال بالداتابيز، هل لو انت دخلت على الفيسبوك وما عملتش كونكشن بالداتابيز في حاجه اشتغلت خالص؟ افرض انت نسيت تعمل كونكشن بالداتابيز، قال لك لا، عشان تمنع عمليه النسيان ده حط الكود جوه مين؟ كونستراكتور. اول ما تيجي تشغل الكلاس اوتوماتيك يعمل كونكشن. اما هنا كل ما احتاج الاريا لازم ايه؟ لازم اكون ليها، لازم اقول ايه؟ جورج دوت اريا. لو ما قلتش مش هتتنفس. اما لو حاجه عايزه تتنفس تلقائي لازم تحطها جوه كونستراكتور. وحطها جوه كونستراكتور ازاي؟ قال لك اسمها نفس اسم مين؟ الكلاس. اسمها نفس اسم الكلاس خلاص. طيب انت عايز تعمل هنا في الكونستراكتور في البارامتر هنا مفيش مشكله، في السيركل دي الكلاس اسمه ايه؟ يبقى بابليك ايه؟ بابليك سيركل، عشان اسمها نفس اسم الكلاس. قال لك بيستخدموها في ايه بقى؟ بيستخدموها في الديفولت فاليو. افرض الراجل استهبل وما حطش قيمه للراديوس، انا اقول الراديوس بكام؟ بزيرو على طول كده. كل ما يشتغل الكلاس ياخد الريدز بكام؟ لو عملت كده ايه؟ ما هو كده كده الاريا والبريميتر على اساس الرقم الريدز فهيطلع، فكده كده هيطلع. بص كده رن هنا عمل ايه؟ ده هنا عشان واخدينه من متغير. بص شايف دي؟ شايف دي؟ دي لو مش موجوده بقى كده، بس انا هنا هجي فين الكوز بتاعنا هنا؟ اهو جت هنا. لو دي بقى مش موجوده كده ورحت عملت رن طلع الرقمين دول على اساس ايه؟ حط الخمسه، حط الخمسه. ديفيد هخلص كورس واكلمك، هخلص كورس بس واكلمك. طب هخلص حاضر. ماشي 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 ماشي. ايه ما هو الايرور هنا اللي حصل ايه؟ ان انت بص اهو خليه اهو. بص هنا بيقول لك ايه؟ نمبر فورمات اكسبشن امبت سترينج. اهي بدايته اهو. امبت سترينج معناها ايه؟ ان انت كتبت قيمه فاضيه. وفعلا انا هنا بقول له خد قيمه منين؟ من التكست. انت كتبت حاجه في التكست؟ بس ما انت ما كتبتش حاجه في التكست، فاهمني؟ لو ما حطيتش بقى انت وقفت الكود ده كده. لو حطيت الكونستراكتور الحمراء دوت هيشتغل. ايه؟ لو حطيت الكونستراكتور الحمراء هيشتغل. فين عمرو؟ عمرو ده ما هو كده كده اهو، ما انا حاطه، ما هو انا موقف الكود اهو واخد بالك. بص كده، بص ما هو كده، بص حسب على خمسة، حسب على خمسة أساس أهو. يعني بص 3.4 في خمسة في خمسة 78.5 أهي، واخد بالك؟ حسب على خمسة أساس، مع العلم ما خدتش قيمة، بس هو حسب على قيمة مين؟ الكونستراكتور. حسب على قيمة الكونستراكتور. لو عايز بقى فهمت يا جورج، فهمت الكونستراكتور فكرته إيه؟ كونستراكتور بيتنفس تلقائي مع تشغيل الجهاز، مع تشغيل الكلاس. بيتنفس تلقائي مع تشغيل الكلاس. دي بنستخدمها امتى؟ في حاله وجود قيمه سيتنج او سيت قيمه افتراضيه للايه؟ للمتغيرات. علشان لو كتبها فاضيه نحط قيمه افتراضيه، عشان لو كتبها فاضيه هو اوتوماتيك ياخدها زي ما حصل كده، ما يضربش، ياخد القيمه الافتراضيه اللي انا عملتها، واخد بالك؟ طيب سيف دي. افرض بقى انا عايز اقول التكست لو فاضي طلع رساله عشان ما يضربش، اعمل ايه الحركه دي؟ مش شرط تلاقي كاتش. اف تي اكس تي ار دوت جيت تكست
string dot is empty. is empty لو فاضي. ايه؟ ما هو كل ما يدوس مش هيطلع رسالة. هو الدي لو كان كود بيتنفس تلقائي لوحده. يعني دخل هو في لوب وجوه لوب تاني. لا اما هنا كل ما يدوس هيطلع رسالة هيضطر يدوس على الزر التاني برضه رسالة. اما كانت التانية وكان نقول هو امتى؟ لما لوب جوه لوب فاللوب الداخلية اللي فاضية. هخليه لوب تاني هو لوحده. جي اوبشن ايه؟ دوت شو مسج. this واروح قايل له انتر radius else نفذ الكود ده كده انا عملت ايه يا عمرو؟ طب ماشي بص لا مش بالضروره وايل وايل لما بص هنا ليه عشان كده كده انت هنا شغال ايه جي او اي اما لو كنت شغال بقى بلوب ولوب جوه لوب فاللوب الداخليه لو فاضيه اللوب الخارجيه شغاله فاقول له لا لوب تاني واقول له فاضي اما هنا انت كنت مضطر تدوس على مين هي دي مست جي او اي على فكره انت بتتعامل مع جي او اي انت مضطر تدوس على الزرار اهو وقف الفيديو ده عشان ده ما اعتقد انه كبر انا خلاص ساعه ايه طب قبل ما نوقفه هتكتب لي ابلكيشن هو محمود ما جاش النهارده ولا ايه امتحانات هي انتر الويتس اند هايت كالكوليت بقى الايه حد عمل الواجب بتاع ال الاساينمنت يا اللي فين اللي عملوا الاساينمنت ده ايه كمل بس شويه ماشي الاريا ريكتانجل الاريا بتساوي ايه وين؟ ايوه اتسفاي وال لينس يعني خلاص يا عم مش زعل انت هندسه بقى تقعد اتنين في بص يا بيه اهو ده اللي هتعمله هتعمل لي كلاس لازم جي فريم وكده لا ده بعد كده كل شغلنا جي فريم يا باشمهندس محمد محدش بيشتغل في بره بالميل خالص ايه هاخد وقت على الفاضي لا ليه ده انت على طول انت هتنزل كام تكست يا رجاله ثلاثه دول في حل اربعه area وبرميتر وويتسولنس بس الويتسولنس الاول وقف بس الفيديو ده